أنا الدليلي، مرحبا بك مجددا. مرحبا بك عم. ودائما بالابتسامة العريضة هذه يا أخويا، إن شاء الله تبقى دائما على وجهك. إن شاء الله أخويا حمزة، بارك الله. إن شاء الله، ربي إن شاء الله يتربص فيك ويعس فيك ما تغلط ولا. عندي سؤال أوجهه لك بعد قليل بوشار، نخليه لك في الأخير. نبداوك من بدايتك مع شباب الوزداد. يقول لك كان كثيرين ما رحبوش بقدومك لشباب الوزداد، ربما انك كنت في عين فكران، في الخروف، في مول القسنطينه، يعني استصغروك نوعا ما، حقروك، يقول لك هذا اللاعب ما حش يمد الاضافه لشباب الوزداد. صح صح، هما كما نقولوا الشباب الوزداد يتمناوا يجيبوا كما نقولوا جوار كبار، ما يجيبوش جوار ماشي معروفين، وانا جيت معي من شباب عين فكران. تلعب نص نهائي كاس الجمهوريه انا ما اعتقد. لعب نص نهائي كاس الجمهوريه كونتر شباب القبائل في تيزي وزو. تيزي وزو. وكنت لعدي في عديت موسمين في شباب عين فكران، عديت موسمين في القمه سيرتو العام الثاني تاعي، وين تنقلت شباب الوزداد و ما تاثرتش امام هذه الانتقادات؟ لا ما تاثرتش من الانتقادات، كنت نعرف روحي، ندير كونفيونس في روحي، والحمد لله مع بالخدمه خاصة ان البدايه تاعك كانت صعيبه نوعا ما، ما كنتش تلعب في بدايه مسيرتك مع شباب الوزداد، كان المنديل على ما اعتقد هو اللي كان يلعب، ما تاثرتش صراحه، كانت صعيبه بدايتك في شباب الوزداد. إيه كانت صعيبه عليا شويه، تاثرت شويه، مي بقيت نخدم، وكان وقف معايا حقه خماس، نشكره هنا نحيوه بالمناسبه، كان وقف معايا، وقف معايا ثاني دراك، كان يلعب معايا في شباب الوزداد، محمد دراك، وقف معايا ثاني. والحمد لله جاتني، كانت صعيبه عليا شويه، مي الحمد لله بشويه وين دخلت نلعب، مام لي سيبورتان عاونوني، قالوا لك مليح دخلوا، كي دخلت كونتر شباب قسنطينه ودرت يعني ماتش. ما خممت صراحه بلي في وقت من الاوقات في هذيك الفترات انك تغادر الشباب؟ خممت شويه نغادر، ومي قلت جيت وجد الروح، ما حبيت نخلي البصمه تاعي بسك ندير كونفيونس في روحي، نعرف روحي كيفاه مليح واش نسوى، والحمد لله يا ربي. واضح. وشكون المدرب اللي كان ربما عنده الفضل وضع فيك الثقه اللازمه؟ شباب الوزداد. على المشال هو المدرب اللي بديت معه انايا، ولا كيما نقولوا كي دخلت انا اللعب موراها ما نحانيش، تما كي صمرت بلاصتي انا قنعته، يعني قنعته وخلاني ما نحانيش، ورجع المندي رجعوا على يرقوش وانا نلعب، يعني ارتحت من حينها انت، يعني ضمنت مكانتك. نولوا قايل الخلف، ماشي قايل، نولوا لبدايتك. لعبت في جميع الاصناف في لايسكا، في جميع الخروب، حتى لحقت الصنف الاكابر، وما كنتش محظوظ كثير لانه في الموسم اللي صعدت انت الفريق سقط. احكي لنا تجربتك في جمعية الخروب. جمعية الخروب وين انا تربيت تما في لايسكا خروب، تربيت تما جميع الاصناف تاعي عقبتها في جمعية الخروب، وين طلعت معاهم موسم، طلعت معاهم وين كي طلعت انايا وما طاحوا، وين ما كانش لي تجربة كبيرة في جمعية الخروب في السينيور، وين تنقلت للمولديش قسنطينة. وحيينا انصار الخروب لايسكا وملعب عبد حمداني. عبد حمداني يعني سبق لنا وحضرنا كثير في هذاك الملعب، يعني اجواء كبيره في ملعب عبد حمداني. ايضا يقولوا كنت تلعب في الخروب وكانت غيرك عمرك، يعني لاعبين يتلقاو اموال طائله وانت اللي كنت اساسي وابن الفريق، يعطوك مصروف الجيب فقط، كانت غيرك هذه؟ ياسر كانت غيرني شويه، كي نشوف جوار كيما نقولوا يدي وديسون كبار سيرتو في الخروب وانا ولد الفريق، تغيرني، وجيت تلقاهم شغل في الطيره انا نمد خير منهم، تغيرني شويه، نولي نقول انا يا جان صغير هذا، طلعت منها بالخدمه. ولا موك امان يقول لك بدلت الفريق بالاموال، كي سقط الفريق يعني لما غادرت للموك ولا يفكروني شغل، قال لك في الخروب انك غيرت الفريق، سمعت الفريق عجل الاموال. سيرتو كي رحت لمولودية قسنطينة، مولودية قسنطينة جمعية الخروب كيما نقولوا جيران ما يتفاهموش، وانا ما بدلتش الفريق على جال الاموال، ولا كون جيت بدلت الفريق على جال الاموال نقعد ندي في مصروف كيما نقولوا مصروف في الجيب وهذاك، من الوقتاش الواحد يشوف ما درتش انك راح دير مستقبل له وتبقى في يعطيك الصحة، هذا ما كان. وايضا كان صعبوا لك يعني باش تحصلت على وثائق مغادرتك من جمعية الخروب؟ صعبوا لي ماشي شوية، صعبوا لي بزاف. حبوا يحطموك امان؟ حبوا يحطموني، كاين وحايد كيما نقولوا حنايا تما يسكنوا في الخروب اللي كانوا حاكمينها،
توصل واحد باش يقول لي ما نعطيكش كوارتك ما تسني لا منا لا منا نخليك هكذا يعني تبقى هنا ولا نعلقوك يعني تبقى هنايا ولا نعلقوك ما تبقى وما ما ما قال لي ما تقعدش نعلقوك ما تسني لا من لا وكيفاش عشت هذوك الفترات عشت فترات صعيبه سيرتو في الامم وهذا انت يعني جان صغير هذاك بديت جان صغير تما هذاك بديت وقف معايا حق وخماس وقف معايا ثاني صاحبي لانتين نحيو بالمناسبه نزلنا نصرو ثاني وقف معايا وقف معايا ثاني الوالد تاعي الوالد نحيوه بالمناسبة الوالدة باش ما تغضبش الوالدة هي الصحيحة الوالد هو اللي قريب بزاف يتبعني ولا على باله واش راك عايش على باله واش راني عايش هذه صورة مع الوالد يعني هذه مع الوالدة هذه حط عليك هذه في لانيفيرسال تاعو وما كانش على باله وانا كنت هنايا هبطت اختصاصي في عيد الميلاد في زانيفيرسال امال وهاي الوالدة مش ما تزعفش عليها ايوه مع الوالدة هذه ومع اكبر الوالدة. فخر ان جبت لهم كاس الجمهورية للبيت بيان فخر كبير ليا ويمكن نقولوا وعدتهم والحمد لله يا ربي ثاني واش حسيت صراحة كي تدخل هكذا على والديك وانت في يدك كاس الجمهورية صح تحس كيما نقولوا شغل درت لهم حاجة كبيرة وين انا نسكن كيما نقولوا في الخروب بلاصة كامل نعرفوا بعضنا ثم نحس فخر ليا حس انك درت حاجة يعني تصلح في حياتك الوالدين يرفعوا راسهم الان صح رفعت لهم راسهم سيتو بابا رفعت له راسه بزاف الحمد لله يا ربي يقولوا افضل هديه انك بعد تتويج بالكاس وبعد المنحه بعتهم للعمره ما شاء الله بعتهم للعمره كنت واعد من ديم العمره والحمد لله مولا ما جبت لهم كاس راحوا للعمره يعني راك وفيت بالوعد تاعك ما شاء الله راضيين عليك راضيين علي الحمد لله ربي يخليهم لك ان شاء الله نبقاو دائما في الخروب انا بلالي يقولوا وفاه صديقك حمزه بوناب بقات لك اكبر صدمه في مشوارك صح اكبر صدمه حمزه بوناب الله يرحمه وين كنت انا تما كنت نلعب معاه وكان حمزه بوناب انا تما كان طلعوني جان كان يقف معايا يهضر معايا ينصحني حمزه بوناب كيما نقولوا نعمه الناس والاخلاق تاعو هما اللي يتكلموا عليه واش راه نقول لك وما مخلى ربما اطفال انا ما اعتقد مازالك تفقدهم تشوفهم خلى طفل عنده طفل اللي نحيوه بالمناسبة خلى طفل واحد وسبحان الله يشبه له تقول حمزة حمزة ربي يرحمه ويقولوا انك وعدت نفسك ووفيت به انه الكاس تزور بيت حمزة صح وعدت نفسي وهذاك ما كان الحال الكاس ديتها معايا البيت حمزة بوناب والولدو تاني خاصة انه بوناب لعب في شباب الوزداد يعني لعب شباب الوزداد وخلى صورة مليحة انا سقسيت عليه هنا في شباب الوزداد خلى صورة مليحة علينا في شباب الوزداد وكان شرف ليا اني نحمل الرقم تاعو رقم 17 اخي من الصدفة ولا انت يعني لا ماشي صدفة انا اللي خيرت رقم 17 يعني تبقى يعني انت تعتز بهذا الصديق نعتز بهذا الصديق وشرف ليا اني حامل الرقم تاعو كان يلعب فيه في جمعية الخاروب 17 نترحموا عليه وكل موتى المسلمين ان شاء الله تكون يعني كما ابناء الخروب يقدموا دائما افضل صوره خارج المدينه ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله نبقاو مع ايضا امير بلالي تجربتك في مولوديه قسنطينه ايضا في شباب عين فكرون ايضا في عين فكرون صعبوا لك يعني باش غادرت الفريق ربما شويه صعبوا لي وان انا العام هذا كنت مليح الرئيس حسن بكوش نحيوه بالمناسبة دلي شوية صعوبات وين كان يوعدني يقول لي نعطي الكوارتك ونتحب روح ومن بعد كي وصلت للصح صعب لي شوية في الكوارتك وكنت قريب بالمناسبة من انضمام لأمل الأربعاء بعد ما تعطلت ربما المفاوضات مع شباب الوزداد عماني تنقل حتى الخروب يعني باش يدفر بالصفقه تاعك احكي لنا وصرا بالضبط نقل عندي شحال من خطره يتنقل عندي في رمضان في الليل يتنقل عندي يجي حتى الخروب لتما ويقول لي سيني هذاك انا نجيب لك كوارتك قلت له انا كوارتي ما عنديش قال لي نجيب لك كوارت قال لي انا نجيب لك كوارتك انا الكوارت ما تدخلش روحك فيه دوك انا نجيب لك كوارتك من عند الرئيس بكوش وانت قال لي سيني معايا ولك ما كان الحال كل يوم يجي سمعنا ومرايا وانا شغل كي وقلنا انك مسكت بالكلمه عطيتها لمساري شباب الوزداد مسكت بالكلمه تاعي وشغل شباب الوزداد شغل تماطلوا شغل طولوا عليا وانا ما نكذبش عليك خفت قلت نسني وخلاص
واضح. هو انضمت الى شباب الوزداد يعني كانت قضيه كلمات وتكلم الرئيس السابق رضا مالك. بعد نهايه عقدك مع شباب الوزداد سيف الفريضه كنت قريب من شباب قسنطينه من طهران من سريع غليزان، وفي نهايه المطاف قررت التجديد في شباب الوزداد، لماذا؟ انا جددت في شباب الوزداد وان خاصه بعد ما غادر ابرز ركائز غادر الفريق وكانت عندك عروض يعني، لكنك فضلت تبقى في الشباب. انا عندي عروض بزاف سيرتو ابرزها كما شباب قسنطينه مولدي طهران هما اللي كانوا الاقرب راح نسنين فيهم. وش نقول لكم، انا نهار رحت عاودت رينوفليت في شباب الوزداد حكم لي الرئيس بوحفص وقلت انا تشاورت مع لي بارو تاعي بابا ويما وهما اللي قالوا لي ريح في شباب الوزداد سيرتو ديت معاهم كاس الجمهوريه. وافضل قرار قمت به على ماذا؟ افضل قرار قمت به مانيش تشارك في كاس الكاف وايضا ممكن شباب الوزداد يشارك في الكاس العربيه. يقولوا بالليلي زيد تدريبات من عندهم اللي كان صغير حتى الان في شباب الوزداد، واش مسير تاع التدريبات الاضافيه؟ إذا تدريبات إضافية أنا نونتريني، أنا نحب نونتريني صاحبي هو نصر ودا شكرا نحيوه بالمناسبة، هو اللي كان يعاون فيا ونزيد كل ما نكمل نونتريمون نروح نونتريني ندربو أنا. وهل عندك علاقة قرابة مع يوسف بليلي؟ لا لا ما عندي. عندي حتى سألوك شحال يعني وين يحكموك يقول لك إلا عندك إلا يكون لك إلا يكون لي إلا تعرفوا إلا فامي. ما عندي حتى قرابة. ما اثرش فيك هذا الاسم تاع انه بالليلي هو لاعب لي يعني سبقك في الشهرة ولعب في يعني في فرق كبيرة مستوى عالي وما يسمع انك بالليلي جاي خصنا نلتحق بشباب الوزداد، هذا الاسم ما اثرش فيك نوعا ما؟ ما اثرش فيا نوعا ما باسكو انتظروا بالليلي انك تكون مثل يوسف بالليلي. وش نقول هو عنده اسم، الاسم تاعو شغل كبير شوية، ما انا عندي اسم في شباب الوزداد. التقيت به امير؟ جامي جامي لعبتوا مع بعضكم هكذا؟ جامي. واضح. وايضا يقولوا هذا سؤال تاع بعض المقربين، يقولوا صعيب باش ترقد في الليل امان. صعيب باش نرقد في الليل والفت شغل ما نكذبش عليك. حب ماشي نصار انا نصار ما يجينيش هكذا رقد. يعني باش نرقد. بصح يعني منضبط في التدريبات يقولوا جامي ضيع حصه. لا ما نضيعش منضبط في التدريبات تاعي. وبعد حوارك مع قناه الهدف زميل يوسف كوديري كان مربوح عليك وسجلت هدف امام بسكا. كان مربوح عليا وقالها لي مراعاه، قال لي دوك ان شاء الله تكون مربوح عليا، وثاني قال لي عيط لك ليكيب ناسيونال ان شاء الله. بالك بعد هذه الحصه تروح ليكيب ناسيونال. وبوشار كان قلنا له تكون معنا وسجل قبل ما يجي الحصه ومربوح عليه. اجمل هدف ليك كان مع الحراش على ما اعتقد. لا لا انا لا اعتقد مع البويده ماشي بويده، شباب القبائل، مع شباب القبائل. شباب القبائل كانت تسديده من بعد هذا الموسم؟ هذا الموسم واضح. ويقول نبلي تحب المباريات تاع الاحياء كي تكون في عطله بلالي ما يخسرش. ما نحبش نخسر، ما نحبش نخسر. عندك ليكيب تاعك في الخروب؟ بيان سير عندي ليكيب تاعي. خلاص جيبها وروح نربحوك مالا. شفنا الصور اللي كان حمزه تاع امير بلالي ان امكن بعض الصور هنايا. كنت مصاب في التربص امير؟ ماشي مصاب، هذه في تونس هذه التربص كنا ماتوا ظروف. انا مانيش مصاب كان نمشي. وهنايا احكي لنا على المجموعه في شباب الوزداد. الحمد لله عندنا مجموعه كما نقولوا كامل صغار وكامل ولد فاميليا ونقصروا مع بعضنا بيان. كانت عندنا نقول عن بون جروب. زدنا حمزه بعد هذه في التحضيرات. كنت تتوقع امير ان الموسم راح يكون هكذا شباب الوزداد؟ كنتش نتوقع راح نديروا موسم كنت نتوقع راح نديروا اكثر من واش انا مدايرين سيرتو وين ربحنا لي ماتش الاولين تاعنا. واش راح نقول لك؟ ان شاء الله تداركوا. شوف روح الاخويه هنايا، هنا كيما حوس على بالليلي ما لقيتوش، وين راك انت؟ انا ما كانش انايا راك انت صورتهم. انا ما نحبش نبان. بوشار ما يستفاد من هذه الصوره. كان صور حمزه يمكن ولا خلاص نروح؟ هذه احكي لنا سر التحليقه امان. ما تسبب لكش انتقادات؟ لا هذه كنت نلعب في شباب عين في كورونا هذه العام تاعي الثاني
كنت ندير هكذا تنفح لي ندير حاجه نديرها خليهاش في خاطرك خليهاش في خاطري وعندي ما سبت لكش انتقادات نوال مو لا لا ما سبت لي حتى انتقادات وين عندي كوافير ولد عمي انا يا تتحفف باطل اختصاصي كل سمانه لا كل سمانه ديال روح لي يقول لي راني جبت عيبه مليحه ايا نقول له راح سيني في يوم تخلص ما تسلكش عليا كما تقول في الطرف يعطيك الصحه امير فقط قلنا الفرق فرق اللي تناصروا في الجزائر جمعية الخالوب وفي اوروبا ريال مدريد هذا ما تحب رونالدو انت بيان سي هذا شكرا هذا كان جمهورنا امير بالليلي لهذا الفرق نحكي من قلبك نروحوا عندنا بعض الاسئله اللي لدينا صفيان بوشار اللي كان حضر معنا في بدايه الموسم عندنا فقط بعض الاسئله نتابعوها في ركن احكي من قلب صفيان بوشار تحيه مجدده المره الثانيه تحضر معنا في طوب الهداف بعد المره الاولى كانت مع صالحي كنت جديد في شباب بلوزداد الان عندك 7 أو 8 أشهر نحسك قديم في شباب بلوزداد واش من السر هذايا والله نظن كي جيت الفريق هذا ما حسيتش روحي غريب وين قلت لك نعرف بزاف لي جوار كانوا معنا في اولمبيك لا ما انصر شباب بلوزداد للحق اللي كان عطاوني دفعه كبير جار عاونوني في دي بي لا مانجر قدمت لي عليا في دي بي ما انت خلتني شويه الخفيف يعني تداصر الناس تدخل في المجموعات لا انا نقصر زعما كنت في الصيف ولا ساكت جدا انا مش نقصر نضحك نونترين نقصر معهم كاع نورمال ونقطة مهمة جدا انه الاداء تاعك هو اللي خلاك يا ربما تكسب قلوب الانصار لما لا بس الحمد لله نظن ناحية الاداء الحمد لله ان شاء الله هذه بلمزيه خدمتنا اي توضع بلالي لا يعني خدمتنا او بليجي يعني ان شاء الله نزيد نقدموا ما خير واضح ماذا عن شارة القياده انه اشتكى حامل شارة القياده في الصيف في الصيف كيف حتى انك تلقيت شارة القياده وامام من امام فريق السابق ولا دراوي ودرا صحابي صالح دراوي شوف احنا بوغ اندرستو انا ما اسم دراوي ولاسي ولي هو الكابيتان هو زو كنا نقصروا شوف فركا غادي نقصروا هكا غادي نقصروا قال لي انت كونترستو قال لي هذا كونترستو حبوا يكبروا لك شانك امام فريق السابق لا بالك كنا زو قلت لهم كش ما يخص ماشي ما درناش خلاص على الفوتبول قلت لك شنو يخصكم في الصيف ولا لهنا اللي خاصو بودي يقول لي اللي خاصو كاش عارف يقول لي اه ولا غني ما قالوا لي مالك اليوم دير كافي نعرفوا اللاعبين لما يتنقلوا كاين اللي خاصو بروتوكول خاصو لي باص زو قلت لهم اي حاجه خصكم بس تقتل من هنا اي حاجة سؤالي ورا الماتش شكون يشوف اللي يحب يروح في كونديستا ولا اللي يعني كان هو اللي يسول عليكم في ستاي زين قالوا لي مال انت اللي ديرها اليوم اي درتها ويعني كان حسيت فخر كبير لك انه تدخل امام فريق السابق بشارة القيادة صراحة لا ضمت كي هادو جالي جوا تاعنا بدات عشان بزداد جا مدارين فيك ثقة كبيرة ضمن حاجة مليحة ورد كان رد اعتبار لك امام فريق السابق لا مش رد تعرف لي بعد الجواب لا مش رد اعتبار كنت فريق السابق دكا فريق وفاق صنع لي اسم دكا ندافع على شباب الوزداد دكا فوتبول هذه كانت فريق السابق وفاق صطيف هذه الموسم الفارط هذه دينا شامبيونة ومع ابناء صطيف اكرم وخوته زيتي زحنات ما خضيرية ما يعني دائما تاوى شوف الفريق يس انا كنت مقصر كنت مقصر مع اكرم باكي خليت لهم الفيت شويه صفيان شويه ممكن نشوفك تولي الوفاق صطيف في يوم من الايام ممكن مكتوب تاع ربي ما تقدرش تعرف ممكن بالكوبو واضح ومازال ما فهمناش شخصيه بوشار الحقيقيه احنا نعرفوك خارج الميدان انسان خلوق يسرع عقل طيب لكن نشوفك في ارضيه الميدان شخص اخر بعض الاحيان تضارب مع اللاعبين بعض الاحيان تصريحات ناريه نعم بالخير احكي لنا واش من الشخصيه هذه اللي ما فهمناش حتى الزملاء يقول لك في الميدان تولي واحد اخر يعني لا في الميدان انا عطانا المخرج الصوره هنا لما شفت روحك انت ما عرفتش روحك كما قلت لي مؤخرا نعم بالخير والله صاحبي جا سخانة تاع الماتش كنا احنا ستاج هما كانوا ستاج وجينا لعبنا ماتش اميكال جرت شي حنا في الماتش هو خفيف يجري انا كنت نطاكلي فيه شنو نطاكلي كنت نلصق فيه شي حنا هضره من بعد ما كان والو من مورا الماتش كنا كيف وكشفنا الفيديو يعني لاعب اخر اللي اصابك يعني دخل عليك ومن بعد انت رحت عند بالخير كانت شغل لا هو مشي وقع جسمي انت
داكو تشاحن عليه يعني هذا لك حرام ماشي شحنت عليه نورمال شحنت عليه في الصحه دار الضجه بعد هاد الصور من حسن حظكم انت وبالخير عرفتوا كيفاش تحتويوا الوضع تصالحتوا بسرعه درتوا الفيديو هذيك تاعكم انا نعرفوا من قبل انا ماشي غير الماتش لما تشوف هاد الصور ما تقولش نعرفوا من قبل صح نعرفوا من قبل ماشي غير الماتش على جال الماتش اللي فات نعرفوا قبل كي كان في النادي السابق لما كان في شباب الثورة كان في مدينة الجزائر لكن وصفوكم بكل يعني بكل يعني أسوأ الصفات لما شافوا فيديو لاعب المحلي ماشي من ضابط كان يقولوا ماشي مربي يعني قاسكم الهضره هذيك اللي خرجت صفيان صح تصرا نظن كان الكرون جوار وضربوا مارادونا وضرب ماشي غير بوشار ولا بالخير الكرون جوار ضربوا اكثر من هكا دبزه وبعدها ولات دارت ضجه اعلاميه خاصه بتبادل التصريحات بينك وبين عرامه حينها لا نظن عرامه هذاك هو اللي انا ما حدش هو اللي سبق ربما لا هو اللي سبق نظن هدر قال راني حاقد على فريق شباب قزنطين كما وقعوا لك في الصيف اللي حاجه خلتني نجر ريبوندي له سينو ما ريبونديش ما عندي حتى حاقد انا على شباب قزنطين انا واضح واستفدت من هذا الحديث استفدت خبره بيان سور هذاك اي حاجه تعدي عليك لازم تستفاد عليها واضح وماذا عن نعرفوا الصداقه اللي كاين بينك وبين صالحي لكن في مباراه انا اعتقد في 20 اوت صار خلاف بيناتكم يعني من مناوشات في الملعب لا احنا ديما ماشي غير في الاستاد برا نخرجوا في الكار في الطابله في الغداء لا شاي يقول لك بلي القط والفار القط والفار وهذا قال لك بلي القط والفار لكن يقولوا بوشار ايضا ما تحبش اللي يعيط عليك ما نحبش سيرتو غارديان بي ما نحبش حد شو يزيد لك الضغط هو جول ديجا انا زرت القراك تجري الديفوندي من زيد يهضر معك واضح هو ايضا تصريحاتك ايضا غالبا ما تصنع الحدث ما تخافش يقولوا بوشار تهضر يعني حاجه اللي تكون لاعبين يشوفوهم عندهم واجب تحفظ ما يهضروش يقول لك هلو الصور هي تحكم لكن بوشار يهضر يعني السخانه الحرارة لا جامي هضرت انا هضرت خطره واحده ما نجمش نهضر هضرت نشوفوا التصريح نشوفوا التصريح عطينا التصريح من سلمي التصريح بوشار اللي كان بعد لقاء مونديال الجزائر هضرت مباراة كليبري نظل اليوم البطل تاعها الحكم عوينا هو البطل تاع المباراة احنا ما خسرناش اليوم شباب الوزدان نظل شاف المباراة ولا ما خسرنا اليوم كرة قدم ظن الشيء هذا ما عرفش دوك ما كان يخصنا والو اليوم قلت لك البطل تاع المباراة تاع اليوم سي الحكم عوينا ولي خسرنا مش ما خسرناش احنا والله ما خسرنا ديك يشوفوا الريزومي ان شاء الله كي يروحوا للدار يشوفوا الريزومي يعاودوا لي يشوفوا لي بيناتي يشوفوا اسكو لي بيناتي انا كنت موراه جيست نظن ما قاسوش واسف لا بيناتي يا معلي صاريف وما ندمتش على التصريح هذا صفير؟ لا ما ندمتش انا واش حسيت نظن هدرت وفرحوا بك الانصار على الشجاعه ديالك هذه لا ماشي غادي شي زعما انا باش نوري زعما نروح للانصار ولا جرنا واش حسيت قلت نورمال بسك ما حسيت جا حاجه ماشي نورمال في الماتش سيد الحكم ماددكم ماتش الشامبيون 0-0 ولا كنا ربحونا نورمال البالون فيها الربح والخساره عادي جدا نتقبلها الطريقة اللي خسرنا بها ما تقبلتهاش يعني كانت حسيتوا بالحكم كان ضدكم حسيت شويه بسك لي كارطون ما جبتش حتى الكاتريفا باش نبدا نمد لي كارطون الاخرين حنا دينا خمس بطاقات كما قال طاوسي كان اندفاع بدني من الفريقين وشوفوا اندار غير لاعبي شباب الوزن شغل انت كلاعب في الفريق عندك هذيك يعني تحس الحاكم راهو معك ولا ضدك؟ بيان سير تحس ذاك غير تشوف تحس وتلقيت عديد رسائل تضامن بعد هذه التصريحات بوشار الانصار يعني شفنا حتى تعليقات على صفحات الفيسبوك كلهم اشهدوا بك والله ما طليت نكذب عليك والله ما طليت ابو علي يقول لك انا ضارب بلاي واضح وشعبية بوشار كبرت كثير منذ انضمام شباب الوزداد سواء في بعض الاحيان سلبيه في بعض الاحيان ايجابيه راك راضي بتجربتك لحد الان بالاسم اللي لحقت به ظن ديك راني 23 قريب ندير 24 في ماتش قلت لها دراوي 24 ظن اني راضي على المشوار تاعي سيرتو في وفاق ما في شباب الوزداد ما درت لهم بون شو واضح وكيف هي العلاقه مع رشيد طوسي؟ والله نافع انا ما عنديش حتى مشكل مع المدربين نجي نخدم معاه عادي نظن علاقه جيده واضح هو ايضا تحسنت الوضعيه في شباب الوزداد مقارنه بدايه الموسم خاصه الوضعيه الماليه نظن تحسنت دكا كل واحد كيفاش ما غير كل واحد كيف دكا كي تجي كيما انا زول البريزدون تسامع وحدك دكا فهمت واش حبيت نوصل واضح مقارنه بدايه الموسم افضل راهي الوضع
واضح. وكانت لك مواجهه خاصه مع فريق الصيف اللي تحدثنا عليها، شعورك وانت تدخل ملعب 8 مايو مقتضى اخره بالوان فريق اخر؟ شعور خاص. كنت يعني تنتظر يجي نهار تكون في هذاك الموقف تاع تواجه فريق وفريق الصيف بفريق اخر؟ كنت نتوقع انا باللي غنغادر جرو فريق الصيف بسك بعد 9 سنوات انا في فريق من فئه الصغرى، من حق الوقت جرنا حبيت ندير تجربه، ونظن الحمد لله لحد الان راينا شحال تجربه مع شباب بلوزدك. واضح. تصالحت مع خالد الماضي؟ لا ما عندي حتى مشكل مع خالد الماضي، خالد الماضي هو اللي عطاني، هو اللي كنت في الامل، هو اللي عطاني لا شونس باش نلعب سينيور اون 2013 كنت 19. واضح. وممكن تجربه احترافيه انه خاصه انه كان لك عرض من احد سعودي؟ ان شاء الله بوكو با في من جرنا نضمنوا المانتيا مع شباب بلوزداد ونحققوا نتائج مليحه مع شباب بلوزداد كي خلاص العام ان شاء الله. شوفوا ان شاء الله. وجي سامو سيطلع شي بس كدا اللي هو فريق القلب بالنسبه لي. بيان سير نتمنى لهم الصعود سيرتو راهم وصلوا الحدد في الجوله الاخيره، لهم انصار تاعهم عندهم قاعده جماهيريه كبيره بس كدا. واضح. وايضا الفريق اللي تناصروا؟ فريق الناصرو وفاق ستيف وشبيبة كيكدو عندي زوج. وأوروبيا ريال مدريد. يعني هيك منتشي بالفوز أسبوع الفارط أمام باريس سان جيرمان. بيان سير سير بيضا معاه. واضح. ولاعبك المفضل بوشار؟ راموس، سيرجيو راموس. بيان سير. الكل لما يشوف راموس يدافع يرتاح يعني. اه وي. واضح. إذا كان نشوفوا بعض صور لصفيان بوشار حمزة سلمي. احكي لنا على هذه الصور هاي. هذه ما نقول ما فهمتش انا. قالك يلبس بها البوني ما فهمناش. لا ما انا ما فهمتهاش للدرجه. طالعه شويه عاقطه مايله جا كاسكيط. بالله ليش تكون على صالحي؟ صالحي راسه مهبول راسه كنت البوني هذا وديما كل ما يلبسوش ما بيش يلبس البوني هذا فهمت؟ واضح. زدنا صور اللي امكن هذه بوشار احكي لنا عليها. هذه في دار سيدي بي. مالا نخلوك تشوف الفيديو حمزه سلمي مع في منزل سي دي بي هناك في مالي. عجبت بالاجواء. شوفوا الصور هذه. واش تقولنا على الصور هذه اللي كانت ممتعه جدا؟ والله جو جميله حمزه وين رحنا كرمنا سيدي بي دخلنا عند العائله تاعو شفنا دغال افريقيا شفنا دارهم شفنا كيف عايشين عايشوا في وضعيه صعبه وين ثاني هذيك ما طلعتش هذه منا كانوا مضيافين والده سيدي بي الوالده منا وهذه جده اللي منا فرحوا بكم والله رحبوا بنا كي ولادهم واضح. هذه شوفوا عليه بيدير حاله هنايا الكلمه الشهيره تاعهم سودا بونانا واش حاب يقول؟ والله ما فهمتها هذه كلمه شهيره عندهم في مالي. واضح. تحيه لسي دي بي ولكل عائله سي دي بي هناك في مالي. حمزه كاين ان كان صور ونمر لوقت اخر. هذا انصار شباب بلوزداد وبليلي ذكرى مليح في نهائي كاس الجمهوريه. كاس الجمهوريه هذه. هذا الصور كي دخلنا للستاد كان حاضر بوشار ايضا. لعبت له فينا. زدنا بعض صور حمزه. واش تقولنا على تودوروف؟ والله مدرب لبس بيه ماشي مدرب لبس بيه نظن ما مشاتناش برك هذه الحاجه اللي خلات نظن يغادر الفريق. واضح. امير مدرب نقولوا لبس بيه يعرف يخدم ما مشاتناش كما قال لك بوشار ما مشاتناش برك معاه. صور حمزه يشلي هذه اول يوم لك في شباب بلوزداد اول يوم تنعاقل اذا نعاقل هنا انا
ودائما مع الصالحين. مع الصالحين ما توجور. هذاك اللاعب جد دار معكم تجارة. راح البسكر عبد الله. وهذا شكون أبو شا؟ هذا خليل وهذا يحب سيربي هذا. أصدقائك هذا؟ هذا يحب سيربي منه هذه فيستيف. واضح هذه آخر صورة حمزة يشلي المخرج. المحلتين. هذه فيستيف. فيستيف. نحيي كل أبناء سطيف ولم يشاهدوا فينا يتابعوا خاصة اللي يحبوا سفيان بوشا. بس نحيي القاع ونحيي الوالدة والوالدة الوالد والوالدة الوالد والوالدة ونتمنى وحب نضيف حاجة نتمنى وإن شاء الله يحلوا الأنصار تاعنا ديزام تريبي إن شاء الله في شهر الفولكانا بيان سير باش نظن حيعاونونا بزاف سيرتو الماتشات اللي بقى إن شاء الله قبل ما نختموا أمير بليلي قبل ما نقولوا سفيان بوشار نشوفوا أفضل جمهور هذا الأسبوع اللي هو جمهور من غرب البلاد من مدينة وهران ما عده لنا الزميل كريم عبد